السلام عليكم. حلقة اليوم مهمة ممكن على خاطر باش تسمعوا فيها أخبار لكم باش تسمعوها لا على مواقع التواصل الاجتماعي لا على إذاعات ولا على بلاتوات، مهمة على خاطر باش نحكيوا فيها على أبرز عنصر الآونة الأخيرة من لاعبين المزدوجين الجنسية. أكيد نحكيوا على ياسين العياري، لاعب آيك السويدي، اللاعب اللي يبلغ من العمر 18 سنة ويحمل ثلاثة جنسيات: الجنسية السويدية، الجنسية التونسية من قبل الأب، والجنسية المغربية من قبل الأم. يعني ياسين العياري يمثل ثلاثة منتخبات: المنتخب السويدي اللي يمثله في المنتخبات السنية، المنتخب التونسي، والمنتخب المغربي. العياري الموسم الحالي لعب 16 مقابلة من أصل 19 وسجل 4 أهداف. يعني لاعبين المزدوجين الجنسية اللي في عمره إلى حد الآن مازالوا يبحثوا على أول مشاركة لهم مع أنديتهم، الشيء اللي خلى الجماهير التونسية تحكي على اللاعب، وخاصة الجامعة التونسية اللي تفكر رسميا في تقديم الدعوة للاعب في التربص القادم، تربص سبتمبر. عياري كيف ما جذب الانتباه بالنسبة للجامعة التونسية بالمستوى الكبير اللي قدمه الآونة الأخيرة، كيف جذب الانتباه بالنسبة للجامعة المغربية وخاصة الجامعة السويدية اللي مثلها في الفئات السنية. رجعوا للجولة اللي قام بها الناخب الوطني جلال القادري لثلاثة مدن أوروبية لمعاينة 4 لاعبين من مزدوجي الجنسية على عين المكان. في الظاهر إيش مدخل جولة جلال القادري بتقمص ياسين العياري ألوان المنتخب، لكن في الحقيقة زوز مواضيع يصبوا في نفس الخانة. كان من المنتظر أن الناخب الوطني جلال القادري ينتقل لتركيا لمشاهدة لاعب عمرانيا سبور عادل بالطيب، سويسرا لمشاهدة سيف الله بالطيف لاعب بازل، وهولندا لمشاهدة عمر رقيق لاعب سبارتا روتردام، ورامي كعيب لاعب هيرنفين. وهذا اللي صار، القادري ينتقل لتركيا لمشاهدة مباراة في الدوري التركي بين غلاتاساراي وعمرانيا سبور، عادل بالطيب كان أساسي. ينتقل لسويسرا كيف لمشاهدة مباراة في الدوري السويسري بين بازل ولوغانو، سيف الله بالطيف كان أساسي، ومحمد الحاج محمود شارك تقريبا في 30 دقيقة وسجل هدف، لكن لم ينتقل لهولندا لأنه عمر رقيق كان احتياطي، وكيف عرف أنه رامي كعيب ماواشي باش يشارك كأساسي. ولهنا الرابط المشترك بين رحلة جلال القادري وياسين العياري باش نطرحوا فيه سؤال: القادري سافر لتركيا لمشاهدة عادل بالطيب، سافر لسويسرا لمشاهدة ياسين الحاج محمود وسيف الله بالطيف، لكن الرحلة اللي كانت مبرمجة لهولندا لمتابعة عمر رقيق ورامي كعيب اللي القادري يعرفهم، علاش ما تبرمجتش لسياد لمتابعة ياسين العياري اللي الموسم الحالي في جل مقابلاته كان أساس؟ قادر يسافر لتركيا لمتابعة عادل بالطيب على خاطره يعرف اللاعب كان متواجد مع المنتخب التونسي في 2019 ضد المنتخب الكاميروني، مشاهدته ليه في مقابلة غلاتاساراي باش يتأكد ياندرا اللاعب ينجم يقدم الإضافة للمنتخب، ولا كيف الكلام ينطبق على سيف الله بالطيف لاعب بازل السويسري؟ على خاطر جلال القادري يعرف لو يعطي لوكيل سيف الله بالطيف التربص القادم تربص سبتمبر باش يكون متواجد في قائمة المنتخب، يعني سيف الله بالطيف يستنى في دعوة المنتخب، لكن الكلام هذا لا ينطبق على ياسين العياري لاعب آيك السويسري. قادري لو كان جاء عارف ومتأكد انه القضية الموضوع مرهون موافقته على اللاعب، اش معناها؟ يعني لو القادري يوافق على اللاعب التربص القادم ياسين العياري يكون متواجد في قائمة المنتخب لذهب وسافر للسياد لمتابعة اللاعب، لكن جلال القادري عارف ومتأكد انه الفترة الحالية ياسين العياري مازال في فترة متاع اختيار بين تمثيل المنتخب التونسي، المنتخب المغربي او المنتخب السويدي اللي مثله في الفئات السنية، وهذاك علاش القادري سافر لتركيا، سافر لسويسرا، وكان في البرنامج باش يسافر لهولندا وما سافرش للسياد لمتابعة اللاعب على خاطر يعرف الملف لا يشمله، الملف في الفترة الحالية يشمل محمد سليم بن عثمان. هل بن عثمان قاعد يخدم على ملف اللاعب؟ مازلنا ما نعرفوش، وبإذن الله باش نعرفه في التربص القادم، مش مازال عليه تقريب 20 يوم. كيف نجمو نتسائلوا هل محمد سليم بن عثمان باش يخفق في ملف ياسين العياري كيف ما خفق في ملفات السابقة اللاعبين المزدوجي الجنسية؟ كيف الجواب ما نعرفوه كان في التربص القادم، ولو انه والد اللاعب ربي فضله له سي عزوز العياري مغروم برشا بحاجة اسمها تونس، وإن شاء الله في الأيام القليلة القادمة ثم شخص باش يعمل كونتاكت بيني وبين والد اللاعب، وبحول الله باش نعرفه الصحيح من والد اللاعب، لا نقعد ونستناه في محمد سليم بن عثمان ولا كيف نقعد ونستناه في الصحافة وفي الفيسبوك، بحول الله الصحيح ما نعرفوه كان من عند والد
اللاعب. صحيح اللاعب جذب انتباه الجماهير والصحف والجامعة التونسية، لكن نحب نقول لكم ياسين العياري بالمستوى الكبير اللي قدمه الآونة الأخيرة مع فريقه جذب انتباه الجماهير والجامعة المغربية. صحيح الأخبار اللي باش نقدمها لكم ما هيش رسمية، لكن نحب نسمعكم شنية قاعد يدور في الشارع المغربي فيما يخص اللاعب. تحتدم المنافسة بين المغرب والسويد حول اللاعبين المزدوج الجنسية، فبعد روبين تي لاعب أياكس سولنا وجو نصر وحي لاعب يوفنتوس، يبدو أن المعركة لن تتوقف عند هذا الحد، بل سوف تشمل ياسين العياري الذي يحمل أصول مغربية وتونسية ومزداد بالسويد، يشغل مركز صانع ألعاب وجناح هجومي. بدأ هذا الموسم مع ردي في النادي واستطاع تسجيل 17 هدف قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول، وسجل 4 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة في 20 مباراة أساسي وبعد المباراة كاحتياطي خاضع مع النادي. اللاعب أكد في حوارات سابقة أنه يريد تمثيل المنتخب الوطني المغربي مستقبلا. ولهنا كما قاعدين نشوفوا مع بعضنا موقع وينوين القطري يقول ثم تنافس كبير بين الجامعة التونسية والمغربية من أجل الظفار بخدمات اللاعب. الموقع اللي اتصل بوالد ياسين العياري وقال انه ابنه في الفترة الحالية مركز على مقابلاته مع فريقه ايك السويد. لكن اكثر شيء شدني في تصريح والد اللاعب انه قال صحيح الجامعة التونسية اتصلت بنا عن طريق محمد سليم بن عثمان، قلنا له اعطينا فترة باش نزيدوا نفكروا فيها اكثر، وظهر لي من حقهم يندرى ولدهم من رايهم يرى انه يتقمص الوان المنتخب التونسي المغربي أو السويدي. لكن كجماهير للمنتخب التونسي اللي همنا يندرى اللاعب يتقمص ألوان المنتخب التونسي ولا والد اللاعب قال قلنا لمحمد سليم بن عثمان أعطينا فترة باش نفكروا فيها، قال إلى حد الآن تقريبا 3 أو 4 شهور ما رجعش وما اتصلش بينا، ماناش عارفين محمد سليم بن عثمان وقتاش باش يتصل بوالد اللاعب. راهو الفترة الحالية المنافسة بين تونس والمغرب، يعني بنسبة كبيرة ينجم المنتخب التونسي ينجح في ملف ياسين العياري، لكن لو تدخل الجامعة السويدية على الخط راهي الأمور باش تزيد تصعب أكثر. إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة الرؤية تزيد توضح أكثر، يندرى ياسين العياري باش يتقمص ألوان المنتخب التونسي ولا ورأيي الشخصي لو يتقمص ألوان المنتخب باش يعطي الإضافة في المستقبل. هذا رأيي في ياسين العياري. حلقتنا اليوم وفات كالعادة نستناو تعليقاتكم، إن شاء الله الحلقة القادمة باش نخصوها الحنبة على المجبري فينو التو ريحته ما ثماش يا اخي، باش ينتقل لبرمنغهام سيتي ولا باش يقعد في مانشستر، هذا باش نعرفوه ان شاء الله في الحلقه القادمه. كيف كيف باش نحكيوا على اسماعيل الغربي، ثم برشا اخبار جديده على اللاعب. وفي الختام البياري متبقى كاش يقول لكم حظ موفق اللاعبين الدوليين، حظ موفق اللاعبين الدوليين في البطولات العربيه خاصه في البطولات الاوروبيه. ان شاء الله البطوله التونسيه ترجع على خاطر كاس العالم مش مازال عليه تقريبا، مازال عليه 3 شهور. البياري متبقى كبش يقول لكم كالعاده حظ موفق للمنتخب التونسي، تحيا تونس، تعيش تونس، كلنا تونس وسلام.